أوضح وزير الخارجية الجزائرية رمضان لعمامرة بأن اجتماع الجزائر لدول جوار ليبيا يؤكد للمجتمع الدولي أن لدول الجوار الليبية دورا لا يمكن الاستهانة به. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوزيري خارجية الجزائر وليبيا عقب ختام اجتماع دول جوار ليبيا في العاصمة الجزائرية. اجتماع كذلك مبني على إرادة البلدان المعنية وفي مقدمتها ليبيا للتأكيد للمجتمع الدولي أن دورنا يجب أن لا يستهان به، أن دورنا كبلدان تتأثر بطبيعة الحال بما يحدث في الجوار مباشرة وأكثر من غيرنا من الدول في العالم، إذن أن صوتنا يجب أن يسمع وأن دورنا يجب أن يعترف به.